يا احلى اخوات بالعالم، كيفكم؟ صوتكم كتير مناح. انت عم تشوفوا فيديو اليوم الفيديو رح يكون عن قصة العائلة الغنية والمتكبرة ضد العائلة الفقيرة. فقبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا الفيديو لايك كتير كبير، اذا لك حد تعرفوه سبسكرايب عشان موضوع اي فيديو بنزل على القناة، فعلوا زر الجرس صوتكم مش عارف قبل ننزل الفيديو، ولو حابين اسمكم يظهر بالفيديوهات الجاية اقترحوا علي اسماء فيديوهات في الفيديوهات الجاية. فهي البنت ما بعرف شو اسمها، كك، فلو حابين اسمكم يظهر مثل هاي البنت فاقترح علي قصص مثل يعني حلوة وبتعجبني انا، فاكتبوا لي تحت بالكومنت وانا رح احط لكم اياها بالفيديوهات الجاية. وبس ويلا نبلش بالقصة. ماذا فعلت ذلك؟ لقد مللت، وانا ايضا. ماذا سوف نفعل؟ ماذا سوف نفعل؟ ما رأيك؟ نعم، ما رأيك أن نذهب إلى أمي وأبينا ونقول لهم أننا مللنا ونريد أن نخرج لنلعب؟ حسنا، هيا لنذهب. أمي وأبي، ماذا تريدان يا أطفال؟ لقد مللنا جدا من جو المنزل، لن نستطيع أن نذهب ونلعب في الشارع مع أصدقائنا وجيراننا. يا أولاد، لا أستطيع أن أقول لكم لا. شكرا لك يا أمي. أبي شكرا لكن هيا نحن سوف نذهب. حسنا هيا اذهبي. ماذا يفعلن هؤلاء هنا؟ هيا لنلعب. هيا سوف أحضر الكرة. ماذا تفعلين هنا؟ إنني ألعب مع أخي. لكن إنك تلعبين بالحارة، لا تلعبين هنا عند منزلنا. لكنني لا ألعب أمام منزلكم، إن هذا منزلنا نحن، فنحن نلعب في منزلنا. هيا يجب عليك أن لا تلعبي هنا، إن هذه الأرض كلها ملكنا. نعم أنا أختها، فهذه أيضا ملكي أنا. لا، لأنها ليست ملككم، إن منزلكم فقط هو ملككم، فإن ذلك إنه ملك الجميع، إنه الشارع. حسنا أنت لا تريدين أن تسمعين كلامي، سأريكم. حسنا سوف نتخبى وراء الشجرة. يا لهنا من الفتيات. حسنا لن أقاطع رسالي لسانهم. أختي لقد أحضرت الكرة، هيا لنلعب. حسنا خذ. حسنا إذا اسمعي الآن، أنت اذهبي وأحضري لي دبوسا صغيرا. حسنا هيا بسرعة. سوف نخلق لهم هذه الكرة. هكذا. هيا ارميها لي ولن تكون معك فقط. خذ. حسنا تفضلي، هذا هو الدبوس. حسنا انتظري قليلا. خذ. لقد طارت من بعيدا. حسنا هيا سوف احضرها انا. انها لقد نفذت. فعل ذلك كيف؟ كيف فعل؟ كيف حصل ذلك؟ هل فقط لأننا رميناها من الأعلى؟ لن نستطيع اللعب. لا بأس، هي أبي يعرف أن ينفخها. حسنا أنت أيضا تفكرين جيدا. هيا لنذهب لينفخها. حسنا. لقد خربنا عليهم اللعب، لكنهم سوف يذهبون ويصلحونها. لا بأس، أيضا سوف نبعثها كذلك مرة أخرى. إنك ذكية جدا. حسنا لقد جاءوا. هيا يا أختي، هل ضبطها أبي؟ انتظر قليلا، إنه يفعل بها. لقد انتهى. هيا لنلعب مرة أخرى. هيا لنلعب. حسنا لا ترميها من بعيد جدا حتى لا تفقع مثل قليل. حسنا هيا خذ. خذي، لست أقوى مني. حسنا هيا جهزي نفسك، اختبئي أنت هنا. حسنا هنا. هيا أين ذهبت؟ لا تذهبي. هيا حسنا لقد أمزجت بها. لقد طارت بعيدا. حسنا سوف أحضرها. لقد فعلتها. لقد أيضا تمزقت مثل قليل. لكن كيف يحصل هذا؟ كيف؟
حسنا لا بأس، سوف نلعب لعبة غير الكرة. حسنا هيا تعال نحضر ألعابنا. مهما فعلوا سوف نخرب لهم لعبهم. أوه لكنهم لا يستسلمون، ما هذا؟ أوه لا تحزني. حسنا، أوه يا إلهي، الحمد لله نحن أغنياء وهم فقراء. إنهم مساكين فعلا. اسمعي لدي فكرة. ما هي فكرتك يا تقولي؟ ما رأيك أن نفعل كأنني أنا أو أنت مجروحتان في رأسنا، ونقول أن هؤلاء الفتيان ضربونا بالكرة في رأسنا؟ أوه والله أنك ذكية جدا جدا. هي سوف نذهب إلى أمنا وأبانا ونبكي ونقول أنهم فعلوا ذلك. حسنا، نحن أذكياء جدا. نعم أقسم لك أننا أذكياء. هيا لقد جاء. هيا سوف نذهب. هيا لا هيا نلعب، سوف نلعب بدون الكرة. حسنا لا بأس، هيا سوف نذهب. هيا أختي لا تبكي. أمي ما بكي يا صغيرتي، ما بكي، لماذا تبكين؟ أمي إن الفتيات الذين جيراننا الفقراء، ما بهم لقد ضربوني بالكرة في رأسي. ابنتي لن يكون، أعتقد أنه ليس بالعمد. أمي بالعكس لقد ضربوني عمدا في رأسي. الفتاة يا حبيبتي هي سوف أضمدها لك. حسنا أنت انتظري هنا في المنزل، سوف أخذك. لا سوف أخذك معي أنت وأختك، وسوف نذهب سأريهم هؤلاء العائلة الفقيرة. أيها الفتيان تفضلي يا سيدتي. لماذا فعلتم ذلك في أولادي؟ ما الذي فعلناه؟ لماذا ضربتم الكرة في رأس ابنتي؟ نحن متى؟ نحن نلعب، لا نلعب بالكرة أساسا، لقد رميناها هنا ثم أصبحت ثم تمزقت ولا نستطيع اللعب بها، فنحن نلعب هنا ألعابا عادية. ابنتي هل تكذباني علي؟ أريني جرحك، لا يوجد شيئا في رأسك. انتظري قليلا، أعطني مقطفا صغيرا. حسنا ابنتي هل تكذبين علي ووضعت الكاتشب على رأسك؟ أمي لا، إنها تؤلمني فعلا. ابنتي قل الحقيقة، أقسم لك نحن لم نفعل شيئا، أصلا نحن لا نلعب بالكرة الآن. ابنتي هل أنت معها أيضا؟ هيا قولي أي أنت وياها، هيا اعترفا. نحن بصراحة لا نحب هؤلاء الفقراء، إنهم فقراء، نحن لا نحب الفقراء، نحن نحب فقط الأغنياء. إنهم يلعبون هنا وقل لهم لا تلعبون ولا يستمعون إلينا، فقل أن نفعل بهم هكذا. هيا سوف تتأسفان لهن. هيا قلت لكن، هيا قلت. لا أريد يا أمي، هيا لا أريد. أقسم لكن لا أدخلكن هذه الليلة المنزل. أمي حزن علينا ولو قليلا يا أمي، لم نفعل شيئا. لا بأس يا سيدتي، لا نحن لا نستطيع، لا نريد اعتذارهم، نحن مسامحانهم، نحن سامحناهم من قبل. انظرنا إلى الأدب، ليس مثلكن. هيا تأسفت أقول لكم آسفة. قلت لك قولي آسفة يا حبيبتي، وسوف تلعبين معها بعد الآن. آسفة يا حبيبتي، آسفة يا حبيبتي. لا بأس، نحن لم نرد ذلك، لأننا لم نزعل منكن. يلا كنا من حمقى. أصمتي إياها، هيا لن تخرجان من الشارع. هيا لا بأس يا سيدتي، نحن سوف نلعب الآن معا، هل هذا صحيح؟ حسنا حسنا، سوف نقول لأصدقاء ونعدك يا أمي لن نفعل شيئا مرة أخرى. حسنا أريدكن هكذا. شكرا لكن، العفو. هيا ماذا تريدون أن تلعبون؟ أوه يا إلهي، أوه حسنا حسنا، انسي يا أختي انسي، حسنا سوف نلعب معا. هيا لنلعب بالكرة. بس هيك هنكون وصلنا الحلقة، بتمنى تكونوا استمتعتوا وحبيتوها، إذا حبيتوها لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك كتير كبيرة، تشتركوا حاب تعرفوا وسبسكرايب عشان موضوع أي فيديو نزل على القناة، فعلوا زر الجرس لكم إشعار تأمل نزل الفيديو، وما تنسوا صح خلصنا الهاشتاج، إذا حابين اسمكم يطلع بالنهاية بالفيديوهات الجاية، فاقترحوا علي بالكومنتات قصص فيديوهات حلوة، وبس بحبكم كتير كتير كتير، ويلا سلام.